رايكم زي العابدين أذان صلاة الظهر صوب هاد الحفاري هادي الحمد لله فين دي توريس غنمشيو لجهة شهريج السواني لالا عودة باش يهضروا هادشي هذا الباب الخلفي تاع باب منصور هادي لجهة الضريح ولكني وقيله في هذا الوقت كيكون الضريح ساد ما عرف اليوم الحد واش تكون اكسبسيون ولا لا المعرض الفلاحي نشوفوا الاستعدادات فين واصلة الدار حساد دابا هادي الدخله نتاع سيد النجار تدخل الدار الكبيره وكتدخل سيدي عمر هذا باب الرئيس هذا سارك سارك كاتبين عليه في الخريطه دايرين له هاد شارع باب مراح محسوب حتى هو شارع باب مراح ولكن واحد الاخ قال لي راه هادي راه زنقة مولاي اسماعيل قال لي كاين شي بانو اللي كاتبين عليه زنقة ديال مولاي اسماعيل حد جهة الدار كاين فرق ما بين زنقة مولاي اسماعيل وشارع مولاي اسماعيل شارع مولاي اسماعيل هو العقبة كابوبلا شوفوا الجديد اش كاين في المعرض غادي نجيوها من جهه تا قدام غادي نهبطوا له من قدام من الجنان بن حليمه باش نشوفوا الدخله كي دايره يعني باش اللي جا من الفوق كيفاش غادي تكون الدخله يعني كنلاحظوا راه البوليس دابا ولا و هادشي تبارك الله راه مقاد نقي هاد الامطار اللي طاحت البارح بالليل حتى اليوم الصباح وطاحت الشتاء هادي الوحده 34 اليوم الاحد اليوم 20 ابريل 21 غدا 22 غدا المعرض هادي الدخلة القصبة حنا ندوزو على شارع
مستاصي العيساوي ونهبطوا على جنان بن حليمة. ولكن بغينا ندخلوا نشوفوا ديك خاش كاينه واحد الدخلة زادوا واحد البوابة كبيرة هي هنا تقريبا لا قدال. زيدي يا لالا زيدي 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 هاد الباب الصغيرة كتدخل للقصبة. أنا تكون عامرة الدنيا غدا إن شاء الله، هادشي غيكون عامر غدا وبعد غدا وبعدو الأسبوع المقبل كامل. هادي الدخلة ديال أوكدال على اليمين. كتلاحظوا الأعلام يعني بحال شي عرس. عندنا العرس في مكناس. مرحبا بكم. انا غادي يبداو يحطوا داك الحديد يعني باش هاد كيسدوا هاد الدخلات هاد. هادو تحيدوا التوت من هاد الشجرات هاد. اترقت التوت شو كان ممكن نطلو شي طله هنايا. داروا البارير داروا لي بارير داروا لي بارير هنايا. شكون هادو نطلو شي طله بين ما نصور لكم هادشي هنا. بارك الله يعني باش تشوفوا يعني بارك الله. هذه يمكن العارضون هنايا هنا عطاوهم هاد البلاصة للقوات الأمن. عطاوهم هاد هنا على حساب لارمود. عطاوهم واحد البلاصة تما راه حالين الباب راه كاين فيها رجال الأمن. غادي نهبطو على جنان بن حليمة. الاخر تيشوف الطريق عامره ما لقى منين يدوز. الاخر تيقول له دوز زيد صحه زعما اشغلوش. هادي جوج قلتولوت حراره 19 درجه. شوفوا ما عرفوش قطعوا الطريق لشاريج السواني ولا مازال.
ناس خدامين تبارك الله يعني. صيام دورة 16 تبارك الله. نتمنى الصورة تكون عندكم زوينة. قاطعين الطريق وقيل. تبارك الله رجال الأمن تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله. هادشي زوين هادشي تبارك الله. واخا لعد العكسي ساعات قليلة دابا يعني وغيكون الافتتاح الرسمي. رجعوا بحالنا من هنا الطريق تما غادي ندوزو نشوفو جهة الأكاديمي. فين تيقطعو الوراق
نرجعوا ل جهة الشاريج نشوفوا، نرجعوا على بلاصة تقطع اللي في الأكاديمية. هذا على اليسار مجيد الحسن الثاني، وحنا دابا خرجنا لشارع عبد الكريم الخطابي، رحنا في السباته بني محمد. وريكم بلاصه تقطع هنايا حدا الاكاديميه. يحطوا الحديد هنا باش يسدوا الطريق، وقيلا قاطعين الدخلة هنايا، ولكن راه ربما راه كاتبان لكم هنا البلاصة فين تيقطعوا. لا ما قاطعينهاش لحد الساعة، ما قطعش. تيكون على اليمين تيقطعو، هما داروا الحديد، كملوا هاد الحديد هنا على اليسار. تاخذوا واحد الشوفه هكا، واحد النظره هكا، هاد الشارع راه هي تيهبط ما تيردش، طريق وحده هادي. السواني ضا رحمو عاد تيركبو عاود تيعاودو دوك لي بانو. زيدو هدا شارع باب مرة، منعود دوزة عاونكم عاونكم. الدخله ديال هادي مخازن الحبوب. دمت نظن خديتو فكره زوينه على هاد استعدادات المعرض. هادي مخازن الحبوب الباب ديالها، هادي على اليسار الاكاديميه الملكية العسكرية، هذه الباب ديال مرابط الخيول. دابا حضيو مزيان من هنا، راه تيبان البلاصة فين تيقطعو، راه صورتها لكم قبيلة، هي تبان من هنا على اليسار، ها هي راه كتبان. ما نديرش بحال هذاك، هذاك مشى يطلع لتما نيت البلاصه فين تيقطعو. آه نقدر نطلع لتما نصورها لكم، البلاصه اللي تيقطعو يعني اللي بغا يقطع، اللي بغا يدخلها من هنا
ونعاود نرجع صورها لكم تبان مزيان كاين لي باساج تما. رجال الامن تبارك الله يعني واحد التكتل يعني تاع رجال الامن. بزاف الضوما تيتعطلش هكا تعطل هكا هو شعل هذا شارع عبد الكريم الخطابي رجعنا له. قصر المنصور هذه الوحدة و 52 الحرارة 19. هذا جامع الروى غادي نطلعوا على قصر المنصور وغادي نساليوا هذا الفيديو ان شاء الله بحول الله. هذا شارع الشاوية تيطلع الزيتون وهذا قصر المنصور. هذه المصلى بارك الله عليكم. السلام عليكم.